مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوفوا في مباشرة معكم من منطقة الحي الصناعي تابع الحي مرشيد لاصا عمرات تبارك الله ببنايات السكن، يعني مدينة أخرى هنا، ولكن راه نقطة سوداء بمعنى أن فيها السرقات، فيها التزنيز، فيها أمور خطيرة. سكن اقتصادي، منازل ديال مواليهم، يعني سكن خاص، ولكن المنطقة مازال فيها الخطر وفيها أمور خطيرة مثل النساج والتزنيس. يعني تزنز هنا بزاف، يعني كنتحمل مسؤولية هاد الكلام اللي كنقول،